صراحة عندي مبلغ، ما يتبرع بين ناس محتاجة، كان ساعديني؟ ايش كوبية، الله يبارك بيك. هنا عندنا هواي عوائل متضررة، بس بدون تصوير وفضايح. لا لا، أنا أسوي لله. إيه الحمد لله. تريدين أقول لك على أسامي العوائل؟ بصراحة سألت هنا أكثر من شخص، قالوا لكم ما يمكن اسمها ريف، أكو هيجي؟ إيه ريف صديقتي وأختي، بس ما أعتقد إنه تتقبل هذا الشيء، لأن نفسيتها كلش عزيزة. زين والحل؟ خطية هي تشتغل خياطة، يعني هي الوحيدة اللي تعيل أهلها. زين وين تشتغل، ببيتهم؟ لا لا، بمحل. وين بيتهم؟ بيتهم قريب، بس هي حاليا ما موجودة، موجودة بمحل الخياطة. بس الموجود بالبيت هو أبوها، وأبوها مقعد وما يحكي. ما راح أتعبك، بس كنت دليني البيت؟ إيه شكو بيها، بس أسد المحل وأجيك. تمام.